رجعت المطربه شيماء سعيد من تركيا، وده بعد ما انتهت من تصوير كليب اغنيتها الجديده احاسيس بنات واللي قامت بتصويرها هناك. اغنيه احاسيس بنات من كلمات نصر الدين ناجي والحان اشرف سالم، وهي من توزيع موسيقى مينو، وقام باخراج كليب كريم كباره، والاغنيه من البومها الجديد اللي هتقوم بطرحه نهايه شهر اغسطس الجاري. شيماء سعيد بعدت فتره طويله جدا عن الغناء بسبب ظروف اسريه، لكنها رجعت مؤخرا للساحه الغنائيه باغنيه جراح واللي قامت بطرحها على اليوتيوب، وهي من كلمات حسن عطيه ومن الحان اشرف سالم ومن توزيع انور عمرو. جراح كفايه عليا جراح، انا عايزه افوق وارتاح وانسى الجراح كلها معاك. يا ما عملت معاك وفي لحظه كل هواك قدام عيني انتهى. وبعدها طرحت اغنيه بمناسبه عيد الام اسمها هي امي، من كلمات احمد عبد الله ولحن اشرف سالم وتوزيع عدنان. قبل ما انطق اي حرف من الكلام، كلمه واحده نطقتها وهي امي، لما اقولها انا قلبي بيحس بامان، هي دي اللي في حضنها انا بنسى همي. واسألوا حد اتحرم من امه يوم، هتلاقوه بيقول مفيش غير دعوة امي. من الواضح كده ان شيماء سعيد راجعة بقوة مع البومها الغنائي الجديد حلم حياتك، واللي قامت بالتوقيع على اول نسخة مطبوعة منه في انتظار طرحه لجمهورها اللي غابت عنه فترة طويلة.